تضع صورة الراحل أحمد راضي وتكتب وصيته أو أشبه ما أنه تعليماته ومشيت عليها، هذا شيء كبير. أنا ما قاهرني غير جمهور الزوراء وجمهور الشرطة، صالهم يوم كامل يتعاركون على لاعب جاي عقد أوروبي، لاعب من شهرين تكلمنا عنه أنه عنده عقد أوروبي بنادي جلفسنتي وراح يوقع له وينتقل له، وإذا ما انتقل لهذا النادي قد ينتقل للدوري الجزائري، لكن جمهور الزوراء والشرطة لهم رأي مخالف. فبعض الأخبار أشارت إلى أنه علاء عباس قريب من نادي الشرطة، وهذا اللي أثار حفيظة مشجعين نادي الزوراء، ومن البارحة لليوم يتكلمون أنه علاء عباس لازم يرجع إلى النوارس، نادي الشرطة يردون أنه علاء عباس وقع عنه. هذا الشيء اللي خلى إدارة نادي الزوراء تخطو خطوة راح تحتسب عليها. فإدارة نادي الزوراء من خلال الفيسبوك بالصفحة الرسمية مالتها نزلت خبر عنوانه إدارة نادي الزوراء ترحب بعودة علاء عباس إلى نادي الزوراء. هذا المنشور بصراحة عليه ألف علامة استفهام. هذا المنشور اللي جاي ما أعرف شلون نزلوه، يعني تخيل بيوم من الأيام تشوف نادي عالمي يرحب بمجيء اللاعب الفلاني، وهذا اللاعب الفلاني أصلاً مو يمهم، يلعب بنادي آخر وجاي عرض احترافي آخر وراح يوقع النادي آخر. فهذه النقطة تحسب على إدارة نادي الزوراء ولازم ما يكرروها مستقبلا. إذا أريد نتكلم عن علاء عباس تكتيكيا وهذه الأمور تقدرون تشوفون الفيديو منا أو منا قبل شهرين تكلمنا به، فما عندنا هواية إضافات عليه. نقدر نقول علاء عباس ألف مبروك وبالتوفيق عقدك الاحترافي بالبرتغال. هذا العقد اللي بصراحة بطريقة إعلانك خليتني أتعاطف وياك أكثر وراح تجبرني أكثر أنه أتابعك، لأنه وفاء كان هذا الإعلان، من تضع صورة الراحل أحمد راضي وتكتب وصيته أو أشبه ما أنه تعليماته ومشيت عليها، هذا شيء كبير بالنسبة لنا، هذا يدل على أنه أنت نجم قادم بسماء الكرة العراقية. وكل اللي أتمنى أنه تتوفق وتصير تجربتك الاحترافية أفضل من التجربة الاحترافية للي صارت للاعب ميمي. اليوم الجمهور العراقي كله راح يتابعك. تتخيل انه انا هسه دا اصور الفيديو اجتني دعوتين بالفيسبوك على رابطة نادي جلفسنتي اللي بالعراق، ما اعرف شو كتسوى هذه الرابطة، لكن اللي اقدر اقوله انه بعد يوم او يومين ممكن نشوف هذه الرابطة واصل عددها الى 100,000 وقناتي بعدها 50,000، هسه يلا وصلت او 52,000. فانطونا لايكاتكم واعتبروا انه انا احد مشجعين علاء عباس وراح اتابعه يوميا وراح انزل فيديوهات عليه، فانطونا لايكات وصعدونا القناة، والف مبروك لعلاء عباس، مبروك لمتابعين وحبين هذا اللاعب الخلوق، وان شاء الله هذه انطلاقة علاء عباس. انا سابقا بكل الفيديوهات اقول لكم انه علاء عباس قد يكون منافس الى ميمي، يمكن بحلقة الاعترافات قلت لكم انه ميمي حاليا افضل من علاء عباس، لكن علاء عباس إذا انطلق انطلاقة صحيحة قد يوصل إلى مستوى ميمي وممكن أن يعبره. فهذه هي الخطوة الأولى بالنسبة لعلاء عباس اللي كل الشعب العراقي ينتظرها، لأنه بالنهاية إذا علاء عباس توفق بمسيرة الاحترافية راح يكون عندنا مهاجمين مميزين هم ميمي وعلاء عباس، وبالتالي الناحية الهجومية بالمنتخب العراقي راح تقوى، وهذا اللي يخلينا نخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم. قولوا آمين. هذا الفيديو راح يكون قصير باعتبارنا تكلمنا عن هذا النادي قبل شهرين، وباعتبار ايضا انه اليوم نزلت لكم فيديو عن بشار رسن تقدرون ايضا تشوفوه بقناتي. اشوفكم بخير، مع السلامه.